مشاهدي الأفاضل تحية طيبة من السجود التلفزيون الجزائري التلفزيون العمومي الذي ما فتئ يرافق مبادرة ترقية الصحة العمومية وكي تستمر الحياة لا ينبغي الاستهانة بفيروس قلب الحياة البشرية رأسا على عقب والسبيل الوحيد لكبح انتشاره هو تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية، بما فيها التطعيم ضد كوفيد-19 لذلك يستوجب علينا الإسراع بوتيرة التلقيح ليتغلب ذكاء الإنسان ذكاء البشرية على مراوغة فيروس كوفيد ومتحوراته العديده. ماذا عن الحملة الوطنية الكبيرة للتلقيح ضد كوفيد-19 التي اطلقتها وزارة الصحة بتجسيد كافة مؤسسات الدولة. ما هي المؤسسات وما هي الوسائل البشرية والمادية المجندة لإنجاح هذه العملية. دخول اجتماعي آمن وصحي يعتمد على وعيك على وعيكم لإنجاح والإسراع في عملية التطوير. هي محاور ضمن اخرى واسئله ضمن اخرى سنطرحها على المسؤول الاول في قطاع الصحه السيد عبد الرحمن بن بوزيد الأسبوع الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19 بالتلقيح تستمر الحياة معالي وزير الصحة مزيج من الألم ألم الفراق الأحباب فراق الأصدقاء الجيران وهل ما جر وأمل العودة عودة الحياة من جديد هل التلقيح مهم لهذه الدرجة <applause> شكرا سيدتي أظن الصورة تعبر على كل شيء السبوت هذا عودة نحن عودة لها سيد الوزير عودة الحياة عودة الحياة عودة الحياة حقيقة سيدتي <applause> هذا الجائحة هذا الوباء أثر كثيرة كثير علينا نعم. وفقدنا عدد كبير من إخوان من أخوات من زملاء نعم ما فيهش عائلة ما فيهش جزائري ما فقدش وهذا الوباء منتشر عبر كل العالم نعم ومرت علينا موجه اولى سليمة. نعم وموجه ثانيه وموجه ثالثه خطيره خطيره جدا والوفيات بالعشرات اذا من واجبنا احنا كوزاره الصحه ان بعد ما الموجه هذه الاخيره وبعد ما شفنا اللي كانت في اتجاه تنازلي نعم والحمد لله اليوم رانا اقل من 400 حتى عدد الوفيات قل شويه هي مرحله مهمه للتلقيح سيد الوزير يراها الاطباء مرحله مهمه للتلقيح لان كلنا نتكلم على مجاربها احتمال احتمال لو ناخذ كل الاحتياطات تاعنا لو نلقح لو نعمل كما حبينا نعمل ممكن نتجنب هذه الحمله هذه المجربه نعم التلقيح اظهر التلقيح زياده على توصيات نعم. المعروفه اجراءات الوقايه اجراءات الوقائيه التلقيح هو الوحيد نعم هو الحل الوحيد وهذا عبر كل ما جرى في العالم كله احنا عندنا نشوفوا الاحصائيات في العالم كله <applause> حتى والتلقيح ما ما يحبسش هذا المرض هذا يعني على الاقل يقلل يحمي من الاعراض الخطيره وما يديش المريض لقاعة الانعاش او الوفاه نعم اذا التلقيح اظهر ضروري 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 جدا نعم لا مفر منه سيد الوزير سيد رئيس الجمهوريه واكثر من مره أكد على ضرورة الإسراع في وتيرة التلقيح وجندت لهذه العملية جندت السلطات العليا في البلاد كل الاليات للاتيان باللقاحات والجرعات المختلفه من مخابر مختلفه ومؤخرا ايضا مجلس الحكومه اصر على ان يكون دخول اجتماعي ترافقه الاسراع بعمليه التلقيح. صحيح ان رئيس الجمهوريه عده مرات اكد على اسراع وتيرة التلقيح. أو في مجلس الوزراء أو مباشرة كلفني باللي نعمل اكبر تلقيح في اسرع وقت لمحافظه مواطنة مواطناتنا صحه المواطنين لان مع الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي يكون فيه في المجتمع تجمعات تجمعات وداخل المدارس فلهذا وما كان احنا كنا في جانفي فيفري مارس ابريل ما حتى الجواء ما كانش عندنا اللقاح كانت عندنا كميه قليله جدا ما كناش نقدروا نديروا حمله لكن في جوية اوت تحصلنا على اللقاح على كميه لباس بها في جوية ولباس فيها في اوت وننتظر مليونين وثلاث ملايين في خمسة وفي تسعة سبتمبر هذه تجعلنا نسرع في التلقيح المهم جدا هو أنه الدخول الاجتماعي وبالدخول المدرسي <applause> وما كان كما ما كان نشوفه في عبر العالم تلقيح اطفال نعم تحت 18 سنه هذه فرصه لي باش نقول للكبار تلقيحكم هو يحكمي ولادكم لان الاب او الاخ الكبير في الشارع ممكن اللي يصاب ومن بعد يدخلوا المنزل نتاعو اذا اذا حبينا نحمي اولادنا اذا نحمي عائلاتنا في الدار اللي ما يخرجوش لازم 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 نتلقحوا اذا عملنا هذا العمل الحمله كنا في البدايه كنا نلقحوا لكن ما نقولوش حمله لان ما عندناش عدد كبير من اللقاحات هذه المره احنا نروح للناس نعم. هذه هي الميزه تاع الاسبوع الوطني الكبير، الحمله الكبيره اللي بشرتها وزاره الصحه انه الوزاره بكل مؤسساتها هي اللي تروح للمواطن في المداشر، في القرى، ماذا جندتم لانجاح هذه العمليه سيدي؟ احنا في البدايه قلنا نلقح اكبر عدد 70% من السكان من مواطنات مواطنين لاكبر من 18 سنه. نعم. ومن بعد النجوم ممكن الاولاد الصغار. 70% تعني 70% 20 مليون, مليون. جزائري. نعم. آه، ما كانش عندنا اللقاح حاليا عندنا اللقاح حتى وفيه نقاط تلقح في اكثر من 6000 6381 مكان فيه تاع تلقيح. نقطة تلقيح. نقطة تلقيح. عبر ربوع الوطن عبر كل ربع الوطن فيها فرق طبيه وبداوا الناس يلقحوا وحصلنا على اكثر من 200 الف جزائري وجزائري تلقحوا هذه تجعلنا نلقحوا حتى 5 ملايين ونص ملايين في الشهر اذا لازم نلقح قبل نهايه السنه على الاقل 20 مليون احنا قلنا كيفاش نعاود نرد الاعتبار للتلقيح باش نشجع الناس التلقيح باش ننادي الناس تلقيح قلنا نديروا حمله الحمله هذه عندها بدايه وعندها نهايه بدايتها هي اسبوع لكن الاسبوع هذا الا انطلاق وتواصل التلقيح حتى لاخر السنة حنا قلنا نكثروا في الاسبوع بدينا اليوم ونزيد نواصلوا حتى حتى السبت الجاي بحافلات سيارات المستشفيات سياره الاسعاف سيارة حماية المدنية كل وسائل النقل احنا نروح للمواطنين كاين يسكنوا بعاد خارج الجزائر عندما نتكلم عن الجزائر العاصمه هذا توت لي سيتي هذو آديال دي والمناطق الصحراويه والمناطق الجبليه كل البلديات كل أطقم الصحيه كل الحمايه المدنيه بالمساعده مع وزاره الداخليه ومع البلديات ومع الجيش الوطني كذلك الامن الحمايه الأمن المدنيه كلنا كلنا حاضرين معنا كلنا الله فيهم نعم. الا آه هذا يمثلوا هنا الحمايه الشركاء. الحمايه المدنيه والأمن الوطني الامن الوطني والمؤسسات الجواريه الشبه الطبيين ايضا لازم نقولوا نعم مرض خطير وباء خطير وباء يقتل نجهل هذا الفيروس كيف حاله ممكن فيه سلالات أخرى ونتكلم على سلالة أخرى حالياً رايح يمس بديمس في بعض البلدان الأولاد نحميه أولادنا <applause> إذا إلا التلقيح لازم كل الجزائريات والجزائر يروحوا يتلقحوا اللقاح موجود إحنا نروحوا لعندهم نروحوا الأحياء نروحوا لسيتي نروحوا للدشر نروحوا للساحات اليوم غدوة غير غدوة الحماية المدنية إذا إحنا نتمنى والمواطنات والمواطنين يستجيب يستجيبوا يعرفوا الخطورة ويستفادوا من هذا الأسبوع إحنا تمنينا قلنا بيك داي نعم بيك داي موش على احنا لماذا ما تكونش عندها رقم فعدد قياسي او نسبة قياسية تتوقعون ان يكون رقم قياسي لا وزير؟ لماذا لا احنا انطلقنا اليوم ممكن اليوم اول ممكن غدوه نزيد نشوف ناس لكن المهم سيدتي احنا اثر على الاقتصاد اثر على نشوف حتى الشبيبه ما يروحوش الملاعب نشوف قاعات الرياضه مغلوقه نعم نشوف اماكن مغلوقه نشوف دخول المدرسي تتاجل الدخول الجامعي تاجل الاقتصاد حابس التواصل حابس نعم الطائرات حابسة السفر رايح ولا هذا كله سببه هذا الفيروس وعلاج الفيروس إلا التلقيح ما كان حتى دواء آخر هل هناك فئة معينة سيد وزير في ثمان ملايين ملقح إلى حد الساعة سيد وزير هل هناك فئة معينة تستجيب أكثر من فئة أخرى لا احنا في الحقيقة في البداية قلنا أكبر من 18 سنة لكننا قلنا اللي تاع 18 سنة عندهم مناعة طبيعية وبالخصوص اكثر من 65 سنه لان جسمهم اضعف نعم. مع الوقت وبالخصوص اللي عندهم امراض مزمنه هذا في كل بلد هذو لكن رانا نلقحوا حتى تحت 18 سنه نلقحوه نعم. اذا الفئات هي اللي عندهم سمنه واللي عندهم امراض مزمنه نعم. مزمنه واللي واللي كبار السن هذو خطوره كبيره من طرف نعم. سيد وزير قلتم اليوم انه التلقيح ايضا طريق لتخفيف توافد المرضى والابتعاد عن التعقيدات التي تصيب المريض هل هناك تحقيقات وطنيه تثبت هذا الشيء سيدتي هذه الموجة ثالثه جاءت بشده وبقوه وبصعوبه نعم. وبخطر نعم جات كل المرضى، كل المرضى اللي اتجهوا للمستشفيات يحتاجوا الاكسجين طلعنا حتى الأكثر من 16 ألف مريض داخل المستشفيات. كنا كل يوم وهي طالعة لاكور ب 400، 450، 500 مرضى داخلين. لحقنا في 28 جويه حتى ال 1000 و... حتى الـ 16 ألف المريض ومن بعد الحمد لله رانا رانا نعم. رانا. إذا المشكل كان هو التشبع داخل المستشفيات والصعوبة. والتلقيح يصنع الفارق سيد الوزير؟ لا التلقيح التلقيح احنا سيداتي التلقيح اللي يشكوا في التلقيح يشوفوا تاريخ التلقيح من نعم من 1799 جينير اول تلقيح نعم. لا لا, 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 لا واليوم يحمي من التعقيدات يا سيداتي انا راني شفت انا شفت لافاريول لما كنت شفت لا لافاريول نعم. لا لا رجل لا كوكلوش امراض ليباتيت هذه كلها كيما لا نعم. ما كانش خلاص باش بفضل التلقيح اما التلقيح هذا يعني هذا اللقاحات هذه تحمي المريض من خطوره المرض مرض. وهذا ما شفتوه في المستشفى سيدتي فيه عمل في ولايه ظهر باللي كل الوفيات كلها ما فيهمش واحد ملقح هما من عمال الصحه كلهم ما كانش واحد ملقح حاليا في في البلدان العالم لما حتى وفاة كان في ارتفاع تسعين بالمئة من اللي راهم داخل المستشفيات او توفى وما مش ملقحين نعم. اللقاح يحمي يساعد الشخص اللي يديره يعطي له مناعة يعطي له مضادات نعم. يحميه من الخطورة وما يديش الإنعاش وما يديش المفايد. نعم. لم يتبقى لنا الكثير من الوقت هل سيكون إجباري هل لازم تكون وثيقة التلقيح في الدخول الاجتماعي لا إجباري لا هذه إجباري تدرس من بعد في نعم. إجباري وشفتي وش كاين عبر العالم لا احنا ما نتمناش يكون إجباري تمنى عن قناعة وزيد سيدتي نعم قناعة ونزيد ونقول سيداتي لازم غدوه وغير غدوه نروح نلقحوا نحمي اولادنا نحمي عائلتنا على مدى اسبوع نعطوا موعد لكل المواطنين حتى يتجهوا الى كل هذه نقاط التلقيح الى قدس نطاس سيد الوزير الى قدس نطاس نطاس باش شرضا <applause> لازم يجوا كثير اه ثلاث إن شاء الله. إن شاء الله. سبت. وسنعود إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع لكي نقيم هذه العملية. شكراً سيد الوزير. شكراً, شكراً. لكم سادتي على الحضور. إذا وعيكم ووعينا يحمينا. إن شاء الله نتغلب على هذا الفيروس ونخرج منه بأقل الأضرار. سلام.